يقول هل يجوز تحديد أجرة معينة لأجل الرقية أو الحجامة، كأن يقول الراقي إن ساعته بكذا وكذا من المال؟ إذا كان يبي تاجر بالرقية يقول كذا، أو يفتح محل أو يحط كتاب ومستقبلين يقول كذا. أما المحتسب يرقي، إن أعطوه شيء يأخذه، وإن لم يعطوه شيء فيعتبر الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.